القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. أكدت مجموعة دول بريكس التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا معارضتها وبشكل قاطع لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا. وجاء في رسالة وجهها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزعت كوثيقة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن أنه يجب استبعاد أي تدخل خارجي في شؤون سوريا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وأحاطت الرسالة الروسية الأسرة الدولية علما بالبيان المشترك الصادر عن لقاء نواب خارجية دول بريكس الذي جرى في موسكو مؤخرا، وأكد أن الصيغة الوحيدة المقبولة لحل الأزمة الداخلية في سوريا هي إجراء حوار عاجل بين جميع الأطراف بموجب المبادرة العربية بما يراعي طموحات جميع السوريين. استشهد المقدم محمد فاتح عيسى برصاص مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة شنشار بريف محافظة حمص. وفي إدلب استشهد المواطن عبد الجليل فياض من قرية معردبسة برصاص مجموعة إرهابية مسلحة، بينما سطت مجموعة إرهابية مسلحة على 3 شاحنات تابعة لوزارة الكهرباء محملة بمراكز تحويل ومحولات ومواد كهربائية قرب مدينة سراقب أثناء توجهها إلى محافظة حلب. كما هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة أخرى مركز حبوب سراقب، واختطفت مجموعة إرهابية الشيخ مجد دلال إمام جامع التوحيد قرب قرية إفس. وتمكنت الجهات المختصة من تحرير العميد عوض أبو نقطة مدير منطقة معرة النعمان بعد يوم من اختطافه على يد مجموعة إرهابية مسلحة، وتمت العملية بالتعاون بين الجهات المختصة والوجهاء في المنطقة. كما فكك عناصر الهندسة العسكرية عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة قرب جامع ويس الغراني في حي صلاح الدين بمدينة حلب. وكانت الفضائية السورية بثت عددا من اللقاءات المباشرة مع العديد من أبناء المنطقة المذكورة الذين نفوا ما ادعته قناة الجزيرة عن حصول اعتقالات لبعض المواطنين في حي صلاح الدين بمدينة حلب، مشيرين إلى أن الأساليب المستهلكة التي تتبعها هذه القناة وقنوات أخرى مشابهة في الكذب والتضليل باتت مكشوفة للشعب السوري الذي يعي تماما ما يحاك ضد وطنه. وفي محافظة اللاذقية أصيب 3 من عناصر دورية للشرطة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة في شارع ميسلون بالمدينة. قاعد بالبيت عم افطر ولا بيجي ابو محمد بيع حديد عم يقول لي انزل على المحل، اتفجر المحل لون. نزلنا لقينا المستودع تحت، الصحيه نازله والصرف الصحي نازل كله، وفي مكتب لابو احمد فارس كمان مكسر البلور، سلم على الشارع صايره هون، سلم 50 كيلو وزنه يمكن، الباب داخل لجوا، يعني ما بعرف شو بدي اوصف لك. الله ينتقم منه. لعنة الله على ايد الغدر، لعنة الله على كل انسان بيستهدف اخوه الانسان. هي ديمقراطية؟ تفجير؟ عالم عم بتصلي طالع من الجامع بتموت؟ سين عالم طالع عالم من الجامع يعملوا هيك؟ هادون اجرام. وفي درعا استشهدت الفتاة إيمان بسام علوش وأصيب 5 من عناصر حفظ النظام و4 مواطنين إثر إطلاق نار عليهم من قبل مجموعة مسلحة قرب كراج الانطلاق بمدينة الصنمين. وقد تم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الإرهابية مع سلاحه. وفي طفص بريف درعا أصيب 5 من عناصر حفظ النظام بإطلاق النار عليهم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة، والجهات المختصة تلاحق أفراد تلك المجموعة. وفي دوما بمحافظة ريف دمشق فككت عناصر الهندسة العسكرية 3 عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير، وفجرت عن بعد 3 أخرى زرعتها مجموعات إرهابية مسلحة أمام جامعي دوما الكبير وحسيبة وفي مناطق تشهد كثافة سكانية وخاصة يوم الجمعة.
وفي حماة فككت عناصر الهندسة العسكرية بالمحافظة مساء أمس عبوة ناسفة معدل التفجير وفجرت أخرى عن بعد زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة في حي القصور، بينما أطلقت مجموعة إرهابية مسلحة النار على مجمع الأسد الطبي ولاذت بالفرار دون وقوع أي إصابات. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدانت أعمال العنف والإرهاب المسلح والقتل التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المحافظات السورية، وآخرها تفجير خط النفط منطقة السلطانية بحمص. ذكرت الشبكة في بيان لها أن منظمات حقوق الإنسان ظلت متعامية عن كل الأفعال الإجرامية التي ترتكبها تلك المجموعات الإرهابية، وأصبحت لا تفرق بين أعمال العنف والإرهاب وبين الدفاع عن المدنيين العزل، مؤكدة تورط هذه المنظمات بشكل فعلي في تلك الأعمال الإجرامية. حشود في مختلف المحافظات تؤكد أن مسيرة الوطن مستمرة فيما يستعدون ليوم الديمقراطية في انتخابات الإدارة المحلية. السوريون يجددون في جمعة المقاومة والصمود: قرارنا سيد مستقل، ووحدتنا ومواقفنا القومية العروبية لا تتزعزع. الساحات للجماهير، للشعب، للوطن على امتداده، لكل من خرج للتأكيد أن السوريين هم من يبنون ويصونون. في جمعة المقاومة والصمود جدد السوريون في دمشق وأشرفية صحنايا بريفها والحسكة والسويداء وطرطوس وحمص أن الوطن باق وعزيز، والجماهير صامدة بثوابتها في رفض أي تدخل خارجي وقرارات الجامعة، متمسكة بسيادة قرارها الوطني المستقل والإصلاح التي تأتي انتخابات الإدارة المحلية المقبلة خطوة هامة في مسيرته. سمينا اليوم جمعة المقاومة والصمود لنفرجي العالم أن سوريا صامدة. اللي عم يطلب التدخل الخارجي ما هو إلا صهيوني. نحن أجينا اليوم لنقول أنه جمع جمعنا والساحات ساحاتنا. اللي عنده كرامة ولك ما بيطلب التدخل الأجنبي على سوريا وما بيهدم سوريا. سوريا ظل كبيرة وقوية بشعبها بجيشها. إحنا شعب الجزيرة وشعب سوريا شعب صامد ضد الطغيان وضد الصهاينة وضد الأمريكان. نحن عنا جمعة الصمود تحدي، هن أصلا ما فيهم كرامة لحتى يسموها جمعة الكرامة. نقعد بلا أم بلا بي بلا ولد بلا أكل بلا شرب، ما بنقعد بلا وطن. صوت شريحة من شرائح المجتمع السوري التي ترفض التدخل الخارجي وترفض قرارات الجامعة الدول العربية. أنا منال أبو صالح من جولان من مسجد الشمس. قرارات الجامعة العربية ما بتهمنا ورح نضل هيك شامخين للأبد. أبناء دمشق كما الشدادي بالحسكة وصلخت بالسويداء ماضون في جمعة المقاومة والصمود، كما الجمع والأيام القادمة في التنمية والإصلاح واللحمة وتحصين السيادة والاستقلال. المواطنون بيّنوا أن عقوبات الجامعة والافتراء والتحريض على القتل استهداف لبلدهم وتاريخه القومي العروبي ولتحرير الأراضي العربية المحتلة. التاريخ المهم انجد فرنسا انجد تركيا. سوريا قوية على كل تعدي وعلى كل الأعداء. كل ما بتعملوا علينا عقوبة صمودنا بزيد. مشهد جمعة الوطن هذا لم تختلف في كرم اللوز بحمص ومدينة الشيخ بدر والكورنيش البحري بطرطوس في دعم الجيش العربي السوري وقوات حفظ النظام والاعتزاز بشهدائهما، مؤكدين أن لا قداسة إلا للعلم ولا حرمة إلا للوطن ومكتسباته. قول للعملاء والرجعيين إنهم خسئوا، لأن سوريا كل عمرها هي صخرة تتحطم عليها المؤامرات. احتشد العشرات من المواطنين السودانيين أمام السفارة السورية في الخرطوم للتعبير عن تضامنهم مع سوريا لما تتعرض له من مؤامرات ورفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجي، منددين بالقرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية بحق سوريا. بإرادة شعبها.
حسين نفطة، وبتلاحم جيشنا وبحكمة قيادتها سوريا يقف معها الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، ولا يهمنا بعد ذلك إن تآمرت تركيا أو أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا وكل عملائهم في المنطقة. فالنصر أكيد للشعب السوري وهو بات غريب غريب إن شاء الله. كما في كل جمعة تحشد الجزيرة والعربية كل ما استطاعت إليه سبيلا علها تخرج من نفق الكذب المظلم الذي اختارت الدخول فيه، لأن الكاذب من فمه تدينه. نقتطف بعضا مما عرضته قناة العربية على شاشتها لتقرير أعده صحفي من شبكة سكاي نيوز البريطانية. التقرير أعده مراسل سكاي نيوز. إذن الصحفي البريطاني دخل إلى حمص خلسة وأمضى فيها 4 أيام وخرج بالنتائج التالية. أولها إن الوضع في حمص حزين جدا ومأساوي. طبعا كاميرا الصحفي تجولت على راحتها كما يبدو والتقطت الصور التي نراها والتي يظهر فيها الناس يمارسون حياتهم الاعتيادية. يتابع الصحفي تقريره متقدما إحدى الجنازات واصفا مجرد تواجده في المكان بالخطير جدا، ويبدو متأثرا وهو يقول: الشبيحة لا يبالون بمن سوف يقتلون. Ozzy was gunned down. He leaves a wife and 4 children. هؤلاء المسلحون مدربون تدريبا عاليا ولكن تنقصهم الذخيرة. يرابطون في كل مكان يعرض الصحفي البريطاني لحواجز يقيمها المسلحون. They run security, checking for Shabir infiltrators. All cars in and out are searched. كنا أنا ومحمد الحسن سيدي طلعنا أشرنا لواحد شوفير تاكسي طلعنا معه. بأي منطقة؟ بدوار الفاخورة سيدي. دوار الفاخورة طلعنا معه. أخذنا شو اسمه أخذنا بعد شيء 200 بعد شيء 300 اتجاه مغسل يمامي بعد شيء 300 متر من بعد دوار الفاخورة محمد الحسن سحب عليه سكين. قام قال له تطلع معنا مثل ما بدنا يا اما مذبحك. قام طلع معنا على شارع 60 اخذوا وبده يذبحوا هناك سيدي. نزلوا على بيته لمحمد الحسن على ابوه. كان هناك عبد البار القن وخالد زعرور وسيدي عبد المنعم كولكو كانوا هناك هذول الثلاثه. قتلوا أول شيء ضربوه صاروا يضربوه بعدين طلعت أنا ومحمد الحسن برا الشقة وهن قطعوا سيدي قتلوا قطعوا. الصحفي أمضى 4 أيام في حمص دون أن نلحظ في كل الصور لقطة واحدة للجيش السوري، كما لم نلحظ لقطة واحدة لمن سماهم شبيحة، كما أن كاميرته لم تلتقط صورة واحدة لمظاهرة تم تفريقها أو إطلاق النار عليها من قبل الأمن. الجهة الوحيدة التي عرضها التقرير تملك السلاح وتحاصر الحي هم المسلحون. إذن من ينفذ عمليات الخطف والقتل العشوائي دون التمييز بين كبير أو صغير؟ وسؤال آخر يتبادر لذهن كل من شاهد التقرير: كيف استطاع الصحفي البريطاني الدخول خلسة والبقاء لمدة 4 أيام والتنقل في أكثر المناطق سخونة كما يقول دون أن يتعرض لأذى؟ هي أسئلة برسم معد التقرير وكل القنوات التي عرضته، ظنا منها أنه أداة قاطعة يدعمون فيها كذبهم وحمايتهم لإرهابيين يمارسون القتل اليومي بحق أبناء الشعب السوري دون تمييز. القرضاوي يفتي من جديد وآخر بدعه جواز التدخل الدولي في سوريا والتعامل الحكيم مع العدو الإسرائيلي. كان لابد من فتوى. التدخل الدولي طالبت به واشنطن والغرب وتسعى إليه جامعة الدول العربية، أما مجلس إسطنبول فهو منه وفيه. أما الفتوى تصدى لها مفتي الناتو يوسف القرضاوي في لقاء مع صحيفة الفاينانشال تايمز، ولكونه جاهزا عند الطلب والطلب الرائج الآن التدخل الدولي،
أجازه القرضاوي في سوريا بلمح البصر وجعله حقا، ولكن لم ندري أهو جواز شرعي يحل قتل الملايين كما فعل في ليبيا والعراق، أم أنه فكرة شيطانية جديدة طلب من القرضاوي ترويجها والتدليل عليها.